نزوات ريان جيكس تضع مستقبله في مهب الريح. إسكو يتسبب بتهديد نجمة سينمائية بالقتل، وكمامة محمد صلاح تشعل السوشيال ميديا. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية رياضة، فأهلا بكم. من الواضح أن ريان جيكس لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق لا يتعلم من دروس الماضي ولا يثمن حتى نجاته من الانتقادات التي طالته بعد خيانة زوجته السابقة. فبحسب صحيفة ذا صن الإنجليزية نقلا عن مقربين لصديقته كيت غريفل، فإن الأخيرة قامت باستئجار الشقة بالخفاء عن مدرب ويلز الحالي لعدم قدرتها على تحمل العلاقة المتوترة بينهما. وبسبب ضبطها لجيكس يراسل نساء أخريات أكثر من مرة. وعلى ذمة الناشر فإن هذا الأمر كان السبب الرئيسي وراء الجدال الذي حدث بينهما الأحد الماضي، وأدى لاعتداء جيكس جسدياً على كيت واعتقاله على إثره من قبل شرطة مانشستر. ننتقل إلى إسبانيا، حيث استغل إيدن هازارد فترة الراحة الممنوحة له من قبل إدارة ريال مدريد لينقل عائلته إلى قصره الجديد في مدريد، والذي يقدر ثمنه بعشرة ملايين جنيه استرليني. الصحف المحلية أكدت أن هازارد قام بشراء بيته مباشرة بعد توقيع عقد انتقاله إلى ريال مدريد، ويضم قصر اللاعب البلجيكي الذي تقدر ثروته ب 100 مليون دولار غرف نوم ست ووسائل راحة عديدة لعائلة مكونة من زوجته ناتاشا وأبنائه يانس وليو وسامي. وفي خبر آخر، سخرت النجمة السينمائية الإسبانية الشهيرة سارة سلامو عبر حسابها الشخصي على تويتر من تحميلها مسؤولية تراجع مستوى زوجها إسكو الفني مع ريال مدريد في المباريات الأخيرة بالدوري الإسباني. واعترفت سارة في مقابلة صحفية بأن هجوم جماهير الفريق الملكي عليها بات يشكل نوعاً من الإرهاب، خاصة مع وجود تهديدات بالقتل لها ولأولادها. وفي مصر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو احتفال لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بزفاف شقيقه الأصغر نصر وسط حضور عائلة العروسين والمقربين. وأشعل لاعب المنتخب المصري السوشيال ميديا بسبب طريقته في ارتداء الكمامة من دون تغطية للأنف. أغلب التعليقات جاءت ساخرة بحجة انخفاض درجة الوقاية لدى اللاعب المصري. الختام مع الصورة التي نشرها النجم ديل بييرو أسطورة يوفنتوس والمنتخب الإيطالي السابق احتفالاً بعيد ميلاده 46، ويظهر فيها مع كعكة عيد ميلاده التي تحمل صورتهم مرتدياً قميص السيدة العجوز.